اسم ديالي الأستاذة سميرة بونوار، مقيمة بديار المجر بفرنسا. والمشكل اللي جيت، يعني جيت صراحة لبغيت نسمع صوتي كمهاجرة أول شيء، وكوطنية مغربية كنحمل هاد الراية المغربية، وكندافع على القضية الوطنية وعلى الوطنية. وعندي 5 الوليدات، وكنتعرض لتشهيرات بالشرف ديالي اللي ما بغيتش تقيس الوليدات ديالي وتخلي يغيروا بها الاتجاه ديال المسار ديالي، لانني انا كنت في الديار الايطاليه والتحقت بفرنسا باش نهيئ وليداتي على يعني دبلومات دراسات ديالهم، وحتى كيعملوا بتابعين الرياضه اللي باغيين ان شاء الله، والحلم ديالهم يلعبوا حتى مع المنتخب المغربي ولما لا. القصه بنتي، يعني ناس اول تشهير شهروني به هو اتهموني بالخيانه الوطن، وبانني يعني كلام كبير جاسوس الوطن من بعد الرحله ديالي ديال الصحراء المغربيه، على عكس اللي كيهدد فيا انا وليداتي لماذا ادافع عن الصحراء المغربيه واسطر عليها فهي مغربيه. وعاش الملك والله الوطن الملك، فهذه رساله والوطن محتاج لنا. وحنا كجاليه يعني ناس كتخلق اعداء الوطن، لان حاليا في العالم الازرق كتلقى ناس اللي كتخون بدون سبب، بدون ترخيص كتخون ناس وكيخلقوا اعداء للوطن، فهذا في حد ذاته، وكيخليوا الجاليه تغير الوجهه ديالها لغير البلد المغرب، فهذا في حد ذاته ضرر، لان ناس الجاليه راهم سفراء لهذا الوطن. الهدف من الرحله هو يعني اول حاجه مغربيه الصحراء وصله الرحم مع ابناء العمومه ديالنا الصحراويين، لان دائما كنأكدوا في الذكرى ديال المسيره الخضراء كيعني راها الصحراء ديالنا، ورحنا مع صله رحم مع ابناء العمومه ديالنا. اذا بي كنتفاجئ بمنشورات يعني في فرنسا وانا مقيمه بفرنسا، وفيديوهات من تهديدات على هذا الموضوع، ومن بعد كيدخلوا على الخط ناس تانيين اللي يعني ناس كتدافع عليك، ناس كتسب فيك. يعني انا ما كنجاوبش هاد الناس وكنمشي في المسار ديالي، ولكن هاد السكوت ديالي خلق لي بعدا تطاول من الناس اللي كتكلم باسمي، كاين الناس اللي بحالاش غادي نقول لك يعني معاك ضدك معاك ضدك، لدرجه حتى مؤخرا يعني ولاو تمادوا، وناس اللي كانوا تقربوا مني وكانوا واقفين معايا في الدعوة الأولى على الشرف ديالي وكينادوني بأمي، حاليا كيطعنوا في الشرف ديالي، وكاينين فيديوهات اللي راه وصلت المشاهدة. والغريب بأن أول ما دار الفيديو نقلوا هذا كاين في الصفحة ديالو، إذا أنا هاد الناس وكاين استرزاق وكاينين فيديوهات بالأورو بالمال وتغيرت الحالة ديالهم. أما سميرة أبو نوار كامرأة شريفة مغربية زوجت هاد السيد اللي هو الجازمي مصطفى إنسان رياضي وعندي 5 الوليدات، فأنا بقى هي أنا. ولكن اللي ما عارفينش بأن هاد الشيء راه بداو من 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 نقدروا نقولوا من لا شيء، يعني ككذبة أو تشهير ما عندوش واحد القيمة كبيرة اللي غتمسني، حتى حاليا يعني تماداو في الوليدات ديالي بأنهم ماشي وليدات سي مصطفى، يعني كل واحد راه با بحال أنا كنت مجوجة جواج أخر. وأنا يعني من الجوز ديالي الأول هو سي مصطفى، وليداتنا بخمسة، هاد الشيء ما غاديش يأثروا فيا، ولكن الموضوع والخطورة ديالو ثقوا بيا. وأنا كنشكر هاد الإذاعة ديالكم لأنها يعني كتعاونات حل من الناس وبينات حل من حق، بأن راه الموضوع أكبر من أني أنا كسميرة بونوار، لأن الموضوع أصلا وطني. واش حنا كجالية واش عندنا شي صلة هاد الوطن؟ ما خصش ناس تكون اللي تسب فينا وتقذف وغادي يخليو وليداتنا، لأن وليداتنا غادي كيكبروا، حنا باغيين نخليو لهم ديك الصيله باش نقربوهم من الأم اللي هي المغرب. توجهت للقضاء وعندي قضايا اللي في الحمد لله دابا حتى قربات يعني في المسار ديالها، يعني وصلت الاستدعاءات، وهذا انا ما عنديش خبره في هذا الشيء، ولكن الحمد لله حبنا في الوطن دخلنا لهادشي. ومؤخرا دابا هذه الدخله ديالي للوطن، انا كنت درت شكايات عبر القنصله المغربيه، ولكن كان الدخول ديالي باش نعطي الاقوال ديالي وتمشي في مسارها الصحيح، فهذا الشيء يعني لهذا انا ما كنجاوبش اي انسان عطى شي حاجه. ولا كاين على المفاجاه اليوم بعدا كاين واحد الانسان اللي كاتب بانني انا واخده الدعم من الدوله 50 مليون ها مول 40 مليون ها مول 700 مليون، وانا الحمد لله يلاه مع هذه الذكرى ديال عيد العرش خرجت الوجود واحد المولود
ربما حتى الفكرة بهذا الشيء اللي تعرضت ليه وسميناه الحركة للتواصل والتربية على المواطنة لمغاربة العالم. يعني كنسعوا دائما شي حاجة اللي ماشي فيها الصالح الخاص فالصالح العام، وبغينا إن شاء الله نحلموا بوليدات يعني وترابط ونحيدوا هاد الشتات اللي واقع بين وليدات المهجر اللي كاينين يعني خارج الوطن حاليا. راكم عارفين كالمواقع كاين الناس اللي كتطاول على المقدسات ديالنا، وهذا فحب الوطن هو اللي غادي يعطينا، فحب الوطن هو اللي غادي الا زرعناه في وليداتنا وهذا هو اللي غادي يحصدوا به، لأن حب الوطن راه شي حاجة كبيرة بزاف. قضيتنا الأولى هي الصحراء المغربية، وحبنا واحترامنا لأبناء عمومتنا صحراوة ونضالنا معاهم، والحمد لله معانا ناس وجهات اللي خدامين معاهم وناس جمعيات ومنظمات اللي خدامين على هذا الأمر إن شاء الله، وإحنا مورا سيدنا لأن سيدنا الله ينصره القضية اللي محطوطة ديالو للأولى هي الصحراء المغربية. فنداء الجميع المغاربة، فالقضية الوطنية راه الصحراء المغربية، وخصنا نعملوا على أي حاجة اللي تخلي جمع الشمل من طنجة لقويرة أو من الريف إلى الصحراء. ونبغي من المنبر ديالكم نقول بأن كفانا من هذا التخوين، كفانا من خلق أعداء للوطن ديالنا وبالأخص ناس الجالية. فأي واحد إنسان وبالأخص اللي داخل الوطن وكيسبوه كيشتموه في ناس خارج الوطن وكيخونوهم، فسيدنا الله ينصره في الخطاب الأخير قال بأن الوطن للجميع وأرضنا ديالنا كلها من طنجة لقويرة. إذن فكل مغربي هنيئا لنا، فكل واحد راه عندنا هذه الأرض وندافع عليها ونبنيو هاد البلاد ونزيدو لقدام. النداء مستمر فيه لان هذا شي حاجه اللي ماشي ما لست بمخيره، فانني مسيره لان امر بالداخل ديالي، وبالاخص هاد الناس اللي سبوا قذفوا مسوني في شرفي وفدا، والله العظيم كنشكرهم لانهم زادوني عير قوه، لان من المستحيل باش غادي نرجع الى الوراء، وبالاخص خصني نكون قدوه لوليداتي. وعلى ذكر والله بنياتي وليداتي مشجعيني في هادشي، وتحيه للالا بنتي هبه اللي حتى هي قاسوها وكيقولوا لي وري يعني يعني في الابوه ديال راه كتعرفي هاد الناس هاد اعداء ديال الاداء سميتو، ولكن نقول لهم بانهم كيخسروا الكونيكسيون وغادي نفاد في الطريق ديالهم اللي نعدامهم عسير لا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع ولا مع ولا مع القضاء، لان ثقتي في القضاء المغربي النزيه الحمد لله كاسم ديالي، الحمد لله انسانه مغربيه وطنيه عطيت لهذا الوطن الكثير، اكيد غادي ناخذ حقي. كنبغي نشكر الزوج ديالي اللي مساندني، ونشكر كل المغاربه الاحرار والمناضلين، ونبغي نشكر واحد الانسان اللي هو وطني عبد الرحمن فينيسيا اللي كيجري عداء في ايطاليا وحتى هو تعرض ولا زال حامل هذه الرايه. وكنشكر كل مغربي وطني ثقته وعاطي رغم المهجر والاغراءات وجنسيات اخرى، ولكن نتنفس مغربه. الله يحفظ لنا سيدنا والله الوطن الملك. من هذا المنبر انا كنوجه التحيه للزوجه ديالي على النضال ديالها، لان صراحه رغم الضغوطات رغم الفسائل في العالم الازرق والشتم والقذف في الاعراض ديالنا، فهي يعني صامده وانا كنشجعها كنساندها، لان هذا الشيء ما غير فينا حتى شي حاجه، يعني الرجوع للوراء وهذا الشيء اللي باغين هما، وهذا يعني بالعكس كيزيدنا قوه لانها غاده في الطريق الصحيح، وما كديش شي حاجه اللي مخله للحياه او وطنيه، كتدافع على الوطن ديالها. من واجب اي مغربي يدافع على الوطنيه ديالو والوطن ديالو والملك ديالو، لان احنا كشعار ديالنا الله الوطن الملك، فخصنا نبينوا الناس بان احنا وطنيين ورحنا فعلا ناس تحت هذا الشعار الله الوطن الملك. وبالنسبه للمسائل القانونيه فاي واحد يعني توصلت باخبار من ناس من القضاء يعني كيقول لك لكل ذي حق حقه، يعني اي واحد يعني شتم او قذف كاين غياخذ الجزاء ديالو، وحنا تابعين القضاء المغربي وعندنا ثقه في القضاء المغربي. اريد ان اختم قولي هذا بواحد الايه قرانيه اللي كتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم.